وطبعا يعني احداث كانت سعيده واحداث مبهجه في مصر، نقل المومياات، وطبعا العالم كله شاهد حضاره مصر. والحقيقه الموكب كان حاجه تدعو للفخر، كل شيء معمول على خير ما يرام. يمكن طبعا الاستاذ زاهي حواس قال انا لو عايز اعمل دعايه لمصر السياحيه مش هقدر اعمل دعايه بالشكل ده، لان بالفعل تاريخ مصر يا جماعه، او البعض، انا عجبني جدا جمله البعض اللي قال ان مصر اتت ثم اتى من بعدها التاريخ، لان بالفعل لدينا تاريخ نفخر به، ولدينا حضاره نفخر بيها، ولدينا كمان حاضر نفخر بيه اللي طلع الصوره بالشكل المبهر ده. ويمكن يا فارس كلنا كنا سعداء، واكيد انت حابب برضه يعني تقول كلمه في الموضوع ده. والله يا احمد انا الكلمه هي الشعور بالفخر، لسبب انا دارس اللغه الروسيه، اصدقاء كتير جدا كان على مدار سنوات في علاقه موده ما بينهم في روسيا. فكره الناس الشغف والمعلومات، يمكن انا حتى كنت بخجل في بعض الاسئله اللي هم بيسالوها ان هي مش عندي. انت فاهم الانطباع العام اللي بيكون عند الشعوب، ان بما يخص شيء حضاري عندك فاكيد انت هتكون عارف تفاصيله. يمكن بعض التفاصيل احنا أثرنا في حق تاريخنا يمكن في الجزئية دي شوية، ولكن كان كل الناس تعليقاتها السعادة، الحدث اللي انتوا عاملينه كنت حاسس بفخر، وكنت حاسس ان انا فرحان ان حتى ببحث عشان اعرفهم ببلدي وبالاجزاء دي. فنتمنى ان شاء الله يكون دي خطوة مننا كلنا، لان احنا ندي حق اكبر لاجزاء في تاريخنا. يمكن امم كتير جدا جدا لا تملك هذا التاريخ العريق والعظيم اللي فعلا يستحق الشعب المصري انه يفخر ويزهو به. بالتاكيد يا فارس، زي ما قلت كمان اكد على التاريخ الحاضر اللي نقل الصوره دي، شيء عظيم جدا. بنشكر كل واحد ساهم ان صوره مصر تطلع بهذا الزهو وهذا الفخر للشعب المصري. ولكن الاستاذ عمرو اديب كالعاده ما بيقدرش يفوت حدث الا لما يذكر اسم النادي الاهلي، لان هو وصل مع النادي الاهلي لطريق مسدود خلاص. الاستاذ عمرو اديب يستضيف الاستاذ زاهي حواس، فكان له تعقيب على فكره تعادل النادي الاهلي مع المريخ السوداني، تعقيب على طريقه الاستاذ عمرو اديب اللي كلنا بنحب تعليقاته. نطلع نشوف الفيديو ونرجع نعقب. عايز اقول لك انه رغم كل الفراعنه ولعنه الفراعنه ده ما اثرش على الاهلي النهارده. لا الحمد لله الاهلي الحمد لله مغلوب 2 والزمالك ربنا يستر بقى النهارده. انا والله عايز الزمالك يغلب. انا اهلاوي يعني، لكن اكيد الزمالك وقت ما الاهلي كان مغلوب قلت دي بقى النهارده. انا كنت جاي مرعوب، انا جاي مرعوب منك. عمرو موسى قال لي لا خلي لا ما تترعبش على الاهلي. طب والله ما بيأثرش فيه لا لعنه فراعنه ولا لعنه رومان ولا اي نوع من انواع اللعنات، بس ربنا يكرم الزمالك النهارده ان شاء الله. انا بشكرك شكرا جزيلا. والله احنا بنحمد ربنا ان الاستاذ عمرو اديب الحمد لله عينيه مش بتحسد، لان الحقيقه لو عينيه بتحسد بقاله 14 15 سنه بيتكلم عن النادي الاهلي ان مفيش اي حاجه بتاثر فيه، وان هو ضد قوانين الكون، ودايما النادي الاهلي بيحقق البطولات. فالحمد لله الاستاذ عمرو اديب زملكاوي مش حساد خالص، مش بيحسد يا فارس، واحنا ماشيين وان شاء الله تفضل فكره ان انا عجبني كلام الدكتور زاهي حواس، يعني روحه رياضيه حلوه جدا، وكمان كلامه عن النادي الاهلي وان هو معني بيه في حدث زي ده ومشغول بالمباراه. لا وبيتمنى الفوز كمان للزمالك. لا هو روحه اكيد حتى قبل كده لما علق واتكلم عن فكره الفراعنه الاهلاويه البعض خدها يا جماعه، يعني ده راجل علامه في تاريخ الحضاره المصريه، ده اسقاط يعني عن الشعب المصري. وحتى جه بعد كده قال جمله جميله تخص نادي الزمالك، هو روحه حلوه وكمان تحسه ان هو اهلاوي. وطبعا عمرو اديب كالعاده بيحاول، ولكن محاولاته دايما تبوء بالفشل امام النادي الاهلي اللي لا يتوقف قطاره زي ما انت قلت لحسد ولا اعمال. نتمنى تفضل عين الاستاذ عمرو اديب بارده على النادي الاهلي، ونتمنى نسمع تعليقات الاستاذ عمرو اديب بعد تحقيق النادي الاهلي للبطولات دايما يا استاذ عمرو.